رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل شوربة القرع، طريقة لطيفة، نحط كده معاها مكونات حلوة هتتبسطوا بيها قوي. والناس اللي مش بتحب شوربة العدس، اصل ايه، في ناس تقول ايه العدس ما بيختلفش عليه اتنين، بس في ناس بعتوا قالوا احنا يعني ممكن نكون مالناش في العدس قوي، طب مش ممكن نعمل حاجة بالقرع، ممكن نعمل حاجة بالبطاطا؟ ينفع طبعا، ينفع مكان القرع ده يبقى بطاطا، يعني بطاطا الحلوة بتاعتنا، وينفع نعمل بالقرع. الحقيقة هي ليها طعم مميز جميل، واحنا برضو هنضيف لها جزر وهنطعمها بحاجات حلوة، هنشوف كده مع بعض. عندي قرع متقطع مكعبات وعندي بطاطس متقطعة مكعبات، بطاطسية واحدة ودي اختياري. عندي بصلة مكعبات وجزرية أو جزرتين، أنا بفضل الجزر يبقى جزرتين. عندي كوباية من الكريمة أو نص كوباية على حسب الرغبة، معلقتين كبار من دبس الرمان، عصير ليمون، زيت نباتي، لتر من المية أو المرق على حسب أنتوا يعني حابين إيه. لو عندكم مرق خضار ممكن جدا، عندكم مرق دجاج متصفي منزوع الدسم ماشي، زعتر وملح وفلفل. يعني ايه مرق دجاج منزوع الدسم؟ يعني انا حطيت يعني سي كان عندي فراخ وانا سلقتها ودايما بقول لحضراتكم معلش نصيحه بالذات للفراخ البيضة، لازم نغلي. هو انا بصراحه الفراخ البيضة تحديدا ما بستخدمش المرق بتاعها، لكن ماشي يعني هي دورتها اصلها صغيره، فالايه فالواحد بيبقى خايف منها تبقى عيانه، بتاخد مضادات حيويه، ما حدش عارف، فمتلحقش تتكسر في جسمها زي الفراخ الحمراء مثلا. فانا بقول ايه، بغليها الاول غلو بعد ما تتغسل طبعا وتتنضف بالملح والليمون وكله، الخل بيظهر الزفاره فما بحطش فيها خل، بحط ملح ودقيق وليمون، وبعدين بغسلها غسله كويسه جدا، وبعدين ببدا اديها في الميه، في ميه على النار، الميه دي بعصر فيها عصير ليمونه بحطها بقشرها، وبعدين اسيب الميه اول ما تبدا تغلي احط الفرخه تغلي معاها، بتطلع فوم ابيض كده، الفوم ده باخده اتخلص من الميه دي واشطه في الفرخه تاني وابدا اعمل لها بقى الشوربه بتاعتها او المرق اللي انا عايزه استخدمه. في الحاله دي هنكهه ببصل وجزرايه وعود كرفس وورق لورا وحبهان ومثلا فصين مستكة، وبعدين ابدا ايه رشه فلفل كده خفيفه او كام حبه فلفل واسيبها تغلي، وبعدين انزل فيها الفرخه، بتدي طعم جميل. اخد بقى المرق ده بعد ما بطلع فرختي اروح حطاه بعد ما يهدى خالص بره احطه في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم هتلاقوه عمل طبقه دهن جمدت على الوش. الطبقه اللي جمدت دي بنقدر نتخلص منها بكل سهوله، انا ليه بسقعها؟ مش عارفه اتحكم فيها، فباخدها ارميها، ببقى تقريبا ما تخلصتش طبعا اكيد من كل الدهون، لكن بنسبه كبيره حوالي 70% 80% تخلصت بنسبه كبيره من الدهون، فتبقى اخف شويه. طيب هبدا بقى مع حضراتكم، انا هنا سخنت الحله قوي فانا مش عايزه اعمل كده. هبدا احط الايه الاول البصل اشوحه، فانا هخلي كده الملح جنبي والفلفل هنا، وايه بسم الله هاخد حراره البان على طول بالايه معلقتين الزيت بسم الله، اهو هناخد البصل بسم الله اهو، انا هعملها شوربه كريميه يعني بسم الله الرحمن الرحيم، واخد رشه الملح على طول بتساعد البصله تفرز كده الايه الميه بتاعتها وتبقى جميله، رشة فلفل كده ونقلب تقليبة حلوة. اتفقنا البصل الأبيض حلو قوي بالنسبة للطهي والطبخ وكده، البصل الأحمر مناسب، ممكن بنطعم بيه في التتبيلات، يعني مثلا ما باجي اطعم حاجه بحط ايه بصلايه بيضة وبصلايه حمراء في السلطه، طبعا البصل الاحمر اكتر نسبه السكر فيه احلى واجمل. نقلب كده تقليبه حلوه، البصل لما بتطعم بتدي ريحه حلوه في الطبخ، خلي حتى ريحه الطبخه حلوه، مش ساعات كده واحنا ماشيين نلاقي ريحه تقليه نقول الريحه دي حلوه قوي، وساعات نقول ايه ده دي فظيعه، هي على حسب بقى، ما على حسب لازم نطعم البصلايه لانها مهمه. طيب هبدا اعمل ايه بقى؟ بسم الله هاخد كده الجزر بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد القرع، وطبعا هاخد بطاطس، بس انا مش هاخد كميه كبيره، هاخد بطاطسايه واحده، وبعدين هقلب كده تقليبه حلوه، معلش خليني ازود مكعبين قرع من دول. عايزه اقول لكم القرع ده بيتعمل بيه ماسك للشعر، مش ماسك زي كونديشنر كده، حاجه مرطبه زي البلسم، بس ما يتحطش على الكميه كلها، هقول لكم تعملوه ازاي.
هنقلب كده تقليبه حلوه. في جزرايه هربت بس ماشي، راحت لصاحب نصيبها يا فندم. يلا تمام. رشه كده بسيطه من الزعتر، لو عندكم زعتر فريش الدنيا تبقى جميله جدا. طيب انا بقى مش هسكت، وانا هسكت على كده لا، هاخد بصلتين خضر من دول واروح ايه حطهم مع المقادير. بسم الله. بسم الله. وممكن واحد بس يشغل الحرق معانا حبه كده صغيرين، ونقلب بقى تقليبه حلوه. اصلا هي ريحتها لوحدها كده روعه. تعالوا بقى نضيف عليها المرق. بسم الله، مرق الخضار، وهكمل بمي. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب القوام حضراتكم عايزينه ايه؟ عايزينه يعني خفيفة متوسطة زي ما تحب. عايزين تاخدوا ماك شوربة مثلا يكون متوسط مع عصير الليمون هتبقى جميلة جدا. بصوا جميلة جدا، بصوا كده. تقدروا تجيبوا قرعاية كبيرة وتقطعوها وتخلوا البذر بتاعها وتعملوها مكعبات وتشلوها في الفريزر. وكل ما تعوزوا حاجة في الطهي أو في الطواجن أو في الحلو، نعمل طاجن قرع بالبشاميل أو تعملوا مهلبية أو حلو قوي للأطفال كمان قوي قوي قوي، ومن غير إضافة سكر ولا أي حاجة، يعني ممتاز ومشبع بالنسبة لهم. طيب هنغلي بقى هنا، ده هنسيبها كده على النار هنا. بصوا هتغلي غلوة كده، وبعدين هنضربها في الخلاط. ما نكترش البطاطس دايما عشان البطاطس بتعمل عرق كده. ناخد هبة. صباح الفل يا هبة. صباح الفل على عيونك الجميلة. أهلا أهلا، ازيك يا روح قلبي؟ الله يسعد قلبك حبيبتي. النهارده مش عارفه اقول لك ايه، قرع العسل ده يعني مشكله اساسا. بس جميل جبته وما عجبنيش في الاول. ليه يا روح قلبي؟ طب دلوقتي ايه قولي لنا؟ لا ده دلوقتي بقى، ده انت يعني حاجات كتير قوي منه، يعني انا عملته بطريقه تانية خالص. قولي لنا طب طريقتك الجميله يلا. يعني كان مسلوق كده وحطيت عليه سكر وحاجات كده. يا جميله، انت اللي جميله والله. فما كانش يعني عجب الولاد خالص يعني. يا روح كل شيء يقول لي يا ماما لا مش حلو، انا اقول لهم ده مفيد ويعني هنستفاد منه وجسمنا هيستفاد وكده. لا ماما ده فيه فيتامينات كويسه. لا ماما مش عايزينه. عارفه لو عملتيه بقى في الطاجن ده هياكلوه زيه زي البطاطس او البطاطا. لا لازم اجربه ده. جربيه هيعجبهم قوي، هما يمكن مش متقبلينه حلو. لا وحلقه امبارح كمان كانت جميله. الله يسعدك. لا حلو جدا، البلوبيت بتاع البيت ده تحفه. الولاد عندي برضه بيحبوه بس انا بخاف اجيبه من بره. يا روح قلبي ربنا يخليكي والله، انا تحت امركم في اي حاجه صدقيني. كلها جميله وتسلم ايديكي. ربنا يبارك لك يا رب. كل طيب بزوق. عندي بقى سمسم كتير كده غير الطحينه. نعمل شويه طحينه بقى حلوين كده فرصه بقى، ونعمل شويه حلاوه من الطحينه دي كمان، يبقى عندنا حلاوه طحينيه كمان حقيقي. والله والله هنزل لك مقادير الطحين. طبعا من الطحينه اساس الحلاوه الطحينيه. انا عملت حلقه للحلاوه، عملتها بعرق الحلاوه وسريعه، هنزل لك السريعه اعمليها جربيها الاول. بلاش الصعبه، بلاش الصعبه عشان تنجح معاكي، ومقاديرها مظبوطه وهتلاقيها احلى من بره وسريعه، يعني في 5 دقايق تعمليها وانت واقفه ما شاء الله. طيب لا ده كده يبقى هعملها النهارده بقى. خلاص هنزل لك مقادير الطحينه وانزل لك مقادير الحلاوه الطحينيه السريعه. لازم ادوقك منها بقى. يا نهار يلا، انا مستنيه، انا بحبها جدا، خلي بالك. بس كده انا عيوني ليكي. ربنا الله يخليكي. تسلم عيونك. دايما عامر يا عمري، دايما عامر يا حبيبتي بوجودكم جميعا. تسلمي لي. شكرا ليكي حبيبتي ومداخلتك يا هبه. طيب ممكن يا نودي بعد اذنك ننزل اول طريقه الطحينه الخام من السمسم. بس يا هبه انت عندك السمسم، انا نسيت اسالك، هو محمص ولا ني؟ عموما هو لو محمص مفيش مشكله، بس ضيفي معاه شويه ني. ليه؟ عشان ما تطلعش غامقه معاكي. خلاص ويعني حطي مثلا معيار من الكوبايه محمص وكوبايه ني، وبعدين المحمص ده نعمل بيه تاني وهكذا، فاهمه قصدي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه هنزل لك مقاديرها دلوقتي، بعملها في الخلاط بتطلع روعه، وسيبيها. وبعدين يا جماعه الناس اللي بتسالني تقول لي الطحينه بتفصل زيت؟ طبيعي تفصل زيت، عند بتاع السرجه بتفصل زيت،
لو اشتريتيها النهارده وقعتيها يومين ثلاثه على الرخامه هتلاقيها فصلت زيت، لازم تتقلب، لازم تتقلب، ما تسيبهاش تركض تحت. هي طول ما هي فريش وفيها ريحه السمسم، والسمسم ده طازه وانت محمصاه، خلاص تمام. هتدوقي طحينه ملهاش حل. طب اعمل بيها ايه حلاوه طحينيه؟ هننزلها، عملتها بثلاث مكونات، كانت كوبايه من كوبايه ونص من سكر البودره المنخول، وكانت كوبايه من اللبن البودره، وكانت كوبايه من الطحينه. ممكن كوبايه الطحينه دي تزيد معاكي، تبقى كوبايه ونص او ربع على حسب المكونات، انت مستخدمه لبن بودره شكله ايه، سكر بودره شكله ايه. في بوله واحده بخلط اللبن البودره مع السكر البودره، وبعدين اروح ضايفه الطحينه وابدا الكوبايه الاولى، ونفس الكوبايه لكل المعايير، ابدا اعملها بايدي كده لحد ما احس انها بدات تتماسك، بس ما تبقاش عجينه فيها، بس بتتلم. هاخدها واجيب علبه احط فيها شويه مثلا فستق، عندي معلقتين، معلقتين بندق محمص، اي حاجه شوفي انت بتحبيها بانهي طعم. حطيهم في علبه نظيفه جدا متنشفه، واكبسي اكبسي 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 بايدك لحد ما تبقى بالسماكه دي، وبعدين حطي عليها ورقه خبزه او ورقه زبده ودخليها الثلاجه، سيبيها لتاني يوم. كلي بقى وادعي لي، اقلبيها اعمليها براحتك. معانا مدام سهير، اهلا وسهلا مدام سهير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. بشكر حضرتك فعلا على المعلومات الجميله دي. الله يسعدك يا فندم، شكرا لحضرتك. معلوماتك كلها حلوه. الله يخليك يا فندم. بس تسلم. هو بالنسبه لامراض السكر او ماشي القرع دوت، يعني هو ضرر شويه عليهم؟ هو لو اتضاف له سكر، هو مش مسكر على فكره، احنا اللي بنضيف له سكر، هو من غير السكر طعمه عادي، وهو سعراته قليله ونسبه السكر فيه مش عاليه قوي، ويعني حتى لو احنا هناخده المرضى السكر هناخده برضه بكميه قليله مش كبيره، ناخد نسبه صغيره، يعني نسبه صغيره طبعا، حتى لو هناكل منه ناخد حاجه بسيطه، يعني ارضي اللي انا عايزاه، بس في نفس الوقت ما اضرش نفسي. ما هو رغيف الفينو يا فندم، رغيف الفينو ده يرفع السكر في ثانيه، الفينو. أيوة. يعني هو ملهوش علاقه احنا بس بنقنن في الحاجات اللي ممكن تناسب مرضى السكر بشكل ما يتعبهمش وما يضايقهمش. بس ده المهم، لكن القرع مفيد احسن من البطاطا، يعني البطاطا فيها نسبه سكر عاليه. بس برضو البطاطا احنا ممكن ناكلها في امراض السكر عادي، بتاكلوها بس برضو يعني طيب. ايوه في الشوي في الفرن بس، لكن مش هتقدري مثلا تسويها وتحطيها في طاجن وتعمليها بالبشاميل، يعني هتبقى مش مريحه. لكن انا ممكن اشويها في الفرن، ودي احلى بطاطا ممكن تتاكل لكل الناس. عايزين برضو شويه معلومات عن اكلات مرضى السكر. حاضر. يعني برضو حاضر. سمعت ان العيش السن برضو في امراض السكر، سمعت ان هو مؤخرا ان هو مش كويس. هو الدقيق اللي فندم البني والدقيق الابيض هو نفس السعرات على فكره، هو فرق بس ان ده فيه الياف، يعني بكل ما القشره تميل للقمح الطبيعي بتاعها كل ما تبقى احسن صحيه اكتر. لكن الالياف دي بتعمل ايه؟ بتقعد فتره اطول تحسسني بالشبع، وما ترفعش السكر الا تدريجي، ما ترفعوش مره واحده، فبتنزل ما بترفعش نسبه السكر في الدم الا تدريجيا، وده مناسب، لكن كتره مش كويس برضو. ما هو كتره هيرفع، ما هو كل حاجه المعتدل فيها كويس. حقيقي المعتدل فيها كويس. هو السكر عموما كله ما فيش منه، يعني ايه، ما فيش منه خير كويس، يعني خير كتير، لكن عايزين برضه نستأذنك يعني يبقى في معلومات للسكر، ويعني تكون كمان في وصفات. يعني من عيني يا فندم، والله احنا عملنا حاجات كتير. كل حاجه بس يعني يا حبيبتي الف سلامه على حضرتك، من عندي والعين دي مدام سهير. تسلمي. ولو حضرتك ليكي رغبه في اي وصفه قولي لي وانا اعملها لحضرتك. عيني يا حبيبتي. تسلمي لي يا فندم، شرفتيني ونورتيني يا فندم، شكرا. فحفظ الله، اتفضلي يا فندم. هنشوف اللي في الفرن حاضر. قولوا بس الريحه، الله اكبر. استنوا بقى، سيبوا بقى ده كده، ومعلش همسح ده عشان ما احبش باب الفرن يتسخ. تسلموا لي. قولي لي حبيبي. طيب ايه؟ لا طبعا. لا طيب ماشي. هو غالبا السمسم بيبقى كوبايتين، كوبايه يعني محمصه وكوبايه ابيض، وبنحط معاه الزيت، ممكن يوصل لكوبايتين زيت على حسب قوام الطحينه اللي حضراتكم عايزينه. انا باخد الزيت الاول اضربه في الخلاط لوحده لما يعمل قوام ابيض كده، تلاقيه كده ابيض لونه وفتح خلاص. السمسم زي ما اتفقنا كوبايه محمص كوبايه فتح عشان ما يغمقش الطحينه. طيب انا هخلي دي جنبي هنا عشان ابدا ايه احطها في الخلاط. مش المفترض احطها طبعا سخنه قوي كده، لكن ايه حضراتكم خلوا بالكم بقى من الاجهزه لان اصبحت غاليه جدا، وايه الواحد مش محتاج اساسا يجازف يعني. بسم الله. هبدا بعد ما اضرب الكميه الزيت دي، بنزل بالسمسم اطحن
اطحن اطحن. في ناس بتضيف لها معلقتين دقيق للقوام بتاعها، وفي ناس ما بتحتاجش تضيف لها، لكن هي والله كده لوحدها رائعه. طيب انا بصوا المرق، انا ما بحبش اهري الخضار يا جماعه خالص، بحبه يبقى السوى بتاعه متوسط عشان احصل على كميه فيتامينز منه كويسه، ما بقاش ضيعتها كلها. معانا مقادير الطحينه اهي. تسلم ايديكم حبايب قلبي. اخد بس شويه مرق هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب شويه الحلوين دول، بسم الله. هنضيف لها بقى حاجه تدي طعم دلوقتي جميل، خلوا بالكم احنا ما حطيناش ملح الا في الاول، حاجه رشه بسيطه مع البصل، وما رضيتش احط لان انا حطيت مرق، مرق ايه؟ مرق دجاج او مرق خضار على حسب اللي عند حضراتكم، طيب؟ اللي هو ايه يا حبايبي؟ من عيني فن، انت تؤمر يا استاذ فضل، اي حاجه يعني تريحكم انا هعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كده تمام؟ تسلمون، بسم الله. كده ايه ممكن احط فيها القرع الجميل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش محتاج حاجه فيه تتصفى خالص على فكره، غالبا كل الحاجات اللي محطوطه فيه جميل، اللي عايز يصفي ماشي، بس انا بصراحه بحب الحاجه اللي فيها الياف اخدها زي ما هي بحاجتها عشان استفيد منها، ما بقاش قننت حاجات مفيده بالنسبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كده نبدا بقى ايه، ناخد الشويه اللي باقيين كمان. السماكه هنقدر نخف بشويه من المرق او شويه من الميه زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله. هنضيف هنا، هي كده فيها سماكه شويه، احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ قليل من الماء، بسم الله، ونجيبها على النار كده شويه، وبعدين هضيف معاها دبس الرمان، معلقتين دبس الرمان دول بقى بيدوا كده طعم جميل للمرقه. بصوا ليها كده، ليها طعم جميل ورائع، جزر كمان بيطعمها حلو. هي شوربة الحقيقة بتشعر بالدفء والطاقة كده جميلة. طيب لو أنا بقى عايزة خليها تاخد غلو، طبعا عصير الليمون ما تنسهوش، أخد بقى الطبق كده الوصفات الجميله للقرع ده للشعر. في منها وصفه ممكن نعملها واحنا كان البلسم بالذات في الشتاء، باخد من معلقه من البلسم بتاعي اللي انا بستخدمه، معلقه واحده، بسلق القرع ده، بسلقه ميه بس على النار هاديه، بعد اخده اهرس معاه 2 3 مع البلسم بتاعي، وما بحطش كميه القرع على البلسم كله عشان ما يعفنش، ان هو ده حاجه فريش وده حاجه تانية خالص مصنعه مش هينفع، فانا اخد على قد الكميه اللي هستخدمها في الوقت ده، تقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر وقت ما تعوزوا منه تطلعوه. طيب دي وصفه حلوه بتساعد على ترطيب الشعر جدا جدا بشكل حلو قوي. هاخد كده، وفي وصفه ثانيه بيستخدموها كبديل للكيراتين. بصوا انا هاخد كده شويه من الكريمه في دي وشويه هجمل بيهم ايه الوصفه بتاعتي. بيقطعوا القرع المسلوق ده ويضيفوا عليه جزء زيت جوز الهند. حط ويتحط على الشعر كده ايه ربع ساعه. يفرد الشعر. الحاجات الطبيعيه دي جميله، كنا زمان اهالينا بيستخدموها لنا كتير قوي.
كتير كتير. كنا الحنه دي طول الوقت احنا بنعمل شعرنا بالحنه ونحط لها الزبادي وتحط لها بيض، البيض بيلمع الشعر قوي، يغذي الشعر جدا. بصوا بقى، حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. تطقمني يا فندم؟ حاضر، بسم الله. طبعا انا شايفه ان السمكه كده حلوه، الكريمه دي بتدي طعم كده جميل. حلوه الجزريه دي، انا بقى احب الحاجات اللي فيها شويه خضار. حلو ده اللي هربت. لا يا فندم، اللي هربت دي راحت يا فندم في مكان تاني، دي اختها حاولت تهرب بس ما لحقتش. عايزه اقول لكم في درس اصله في سنه خمسه ابتدائي جميل، عجبني فكرته جدا والله. انا عجبني المناهج اللي اتغيرت، عايزه اتكلم بس عنها. هي اي نعم بقت شويه فيها حاجات للولاد في اعمار احنا مش متعودين، بس بقوا يشغلوا مخهم. ادينا نستغل جيل الانترنت في حاجه مفيده. فكان في درس عن الثلاث سمكات، فبيحكوا انه الثلاث سمكات دول جايين يصطادهم صياد. الصيادين دول المكان ده مش معروف لانه هو في فجوه كده في بطن الارض، فهم راحوا يصطادوهم. فاول سمكه استشعرت الخطر فهربت، نطت، قفزت قبل ما يوصلوا لها من مكان مجرى ماء، نزلت على نهر كبير. والثانيه عملت يعني ما اتاخرت سنه راحت عملت اتقلبت وعملت نفسها انها يعني ماتت، فطبعا ما اصطادوهاش، او لما اصطادوها تقريبا هربت حاجه كده يعني، ده اللي انا فاكراه. وبعدين تالت واحده دي حرام فضلت رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه لحد ما اصطادوها. فنستفيد من القصه دي ايه كلها؟ ان القرار، اتخاذ القرار يكون سريع وحزم، والتفكير يعني انت تفكر وتفكر صح وتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب، بس كده هو ده الايه اللي احنا عايزينه. شوفوا بقى، ناخد كده شويه الكريمه اللي حطيناهم دول، نحطهم بقى مع الشوربه بتاعتنا القمر دي هنا. حاضر يا حبايب قلبي، بسم الله. اللي في الفرن اعتقد يعني هي الفراخ اصلا كانت شبه مستويه. بصوا كده هي الريحه روعه، بسم الله. لسه شويه، حاجه بسيطه يعني، ممكن ايه نطلع البريك ونرجع من البريك نقدم معانا الايه الطاجن بتاعنا الجميل ده. انا طبعا هستسمع حضراتكم في بريك سريع وهنرجع نعمل كيك كده جميل. واحنا بقى عشان خاطر مدام سهير مش هنحط فيه سكر نسبه سكر، هنحط فيه ممكن كده سكر دايت، ونعمل كيك بالقرع. كيك بالقرع جميل برضو، ممكن نضيف له عين جمل، تاتش خفيف كده من المنكهات الخفيفه البسيطه تدي له طعم وتضفيه كده جمال ليه. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع حضراتكم الوصفات بتاعتنا، في انتظاركم.